السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اليوم جيتكم بوصفة جديدة. وصفة اليوم هي وصفة دولمة. الدولمة اللي حبيت نديرها معكم اليوم هي دولمة بالباذنجان. إذا أعزائي المشاهدين، باش نديرو هاد الدولمة تاعنا تاع الباذنجان، تحقوا المقادير اللي راكم تشوفوه فيهم الآن. كما راكم تشوفوا الآن، بطبيعة الحال الكمية من الباذنجان هنا درت حوالي 7 حبات، وما درتهمش كبار يعني متوسطين. هنا كمية من لا فيوند هاشي، نعاود نكرر، ماشي لا بولي البولي لو بولي هاشي. هنا هاد الوصفة تجي بوكو بلوس مليحة بلا فيوند هاشي. نسحقو كمية من فخوماج غرويير باش نديروها لافون. نسحقو ربطة صغيرة تاع المعدنوس، واحدة أخرى تاع الحشيش. إذا زوج ربطات، واحدة تاع المعدنوس واحدة تاع الحشيش صغار. بالنسبة للخضر أيضا نسحقو زوج حبات طماطم، واحدة شوية موين واحدة صغيرة، يعني زوج حبات طماطم. نسحقو حبيبة بصل متوسطة الحجم، وراس ثوم يعني متوسط الحجم، ماشي كبير صغير بزاف ماشي كبير. أيضا نسحقو هنا كما راكم تشوفو قطعة جومبو يعني بقر، مرق البقر. هذو هما المقادير. الان بالنسبه للتوابل، واش نسحقوا توابل تاعنا؟ نسحقوا الفلفل الكحل، الفلفل في العكري اللي حاب يدير اضافه تاع الفلفل الحار، وراس الحانوت. هنا عندنا فلفل الكحل، راس الحانوت، وفلفل العكري. نسحقوا طماطم مصبره ماشي بزاف، حوالي ملعقه تاع الاكل فقط. نسحقوا ايضا الزيت كما راكم تشوفوا هنايا، والملح. اذا اعزائي المشاهدين، هذو هما المقادير تاعنا باش نديروا وصفه الدولمه تاع الباذنجان، دولمه الباذنجان. اذا ندوز مباشره لطريقه التحضير اللي حتكون كالتالي. الان اولا وقبل كل شيء، ناخذ البصل تاعي، نقطعه قطع صغيره مع الوز كرفيش توم تاعي، ونعاود له. اذا ندوز مباشره. الو كما راكم تشوفوا هنايا، با هو ديك البصل تاعي مع التوم بعد ما قشرتهم. هنايا ناخذ نص حبه البصل ولا الثلث تاعها، يعني واحدة ولا ثلاثة، نقطعو قطع صغيرة، والاخر نسكرفجو. يعني هنا حناخذ السكرفاج ديالي باش نسكرفجو. هنا الثوم تاعي نسكرفجها بيان سور، وندوز مباشرة معكم لهنايا. الوغ كيما راكم تشوفو هنايا، ناخذ السكين تاعي، ناخذ حبة البصل تاعي. هنايا قلت واحدة ولا ثلاثة، نقطعو قطع صغيرة. اذا بهذه الطريقة، من هذه الكميه حنقطعها قطع صغيره باش نديرها داخل في لافاكس. اذا نكمل العمليه بهذا الشكل. اذا نقطع البصل تاعي هكذا فريمون رقيق، باش نفارسي به الباذنجان تاعي من الداخل كما راكم تشوفوا هنايا. اذا هكذا يتقطع صغير. نكمل العمليه تاعي مع هذا الثلث، يعني واحد ثلاثه من حبه البصل، ونعاود نولي. الو كيما راكم تشوفوا انا بعد ما قطعت البصل تاعي قطع صغيره، هذا راح نخليه على جنب، وندوز هنايا نسكرفج الكميه تاع البصل تاعي اللي قعدت. اذا ناخذ السكرفاج تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا، والبصل تاعي نسكرفجو بهذايا، يعني ندوز مباشره هكذا العمليه تاعي. اذا كيما راكم تشوفوا انا نكمل السكرفاج كامل حبة هاد حبه البصل تاعي اللي قعدت لي. يعني هنا قلت انا نحيت واحد من ثلاثه، الاخر خليته اباغ باش ندير به لافاكس ديالي، وهذا راني نسكرفج فيه. اذا نكمل العمليه ديالي. الو كيما راكم تشوفوا انا بعد ما كملت سكرفجت كامل البصل تاعي، اذا ها وليت لهنا واش تحصلت. هنا بعد ما سكرفجت البصل، اذا نجوز نسكرفج مباشره الثوم ديالي. انا قلت هنا هذيك حبه البصل تاعي، الان نجوز مباشره نبدا نسكرفج الثوم تاعي. الثوم تاعي نسكرفجو بهذا الرقيق. اذا نجوز مباشره نسكرفج كامل الكميه اللي عندي. اذا نكمل كامل الكميه ونعاود نولي. الو هاي ديك هنا الحبه الاخرى تاعي، بون طاحت ما نكملهاش معليه. بون هنا هم كيما راكم تشوفوا، بعد ما سكرفجت الثوم تاعي كامل، هاوليك من هنايا. اذا هاي لي كميه من البصل نسكرفج والثوم. الان ندوز مباشره ندوز لافاكس تاعي. بون قبل ما ندوز لافاكس تاعي، هنايا البصل تاعي هذا نخليه على جنب، قلت باش ندير به لافاكس. بون نروح نقطع المعدنوس والحشيش ونعاود. الوغ هنايا ناخذ البصل تاعي، قلت لي حنديرو في لاصوص، هاوليك هنا معايا. ندير كامل هنايا قبل ما نحيه، نحي هنايا حوالي كميه، حوالي ملعقه صغيره هكذا تاع الثوم، نديرها مع البصل اللي حنديرو في لافاكس هذايا. نخليه هنايا على جنب. هنا هذه الكميه كامل نديرها في لاصوص اللي حنديرها في لاصوص، نديرها كامل في طنجره ديالي. اذا كما راكم تشوفوا هنايا، حبات كامل الكميه تاع البصل والثوم، هذا حنخليه على جنب ونروح نقطع
المعدنوس ديالي. اذا ندوز مباشره ناخذ المعدنوس تاعي. بون، قبل ما نقطع المعدنوس هنايا في نفس الاناء ناخذ البصل ديالي. اذا البصل تاعي هنايا هذا اللي قطعته قطع صغيره قلت، مع هاد الثوم كمية تاع الثوم، مع البصل هنايا نديرهم هاد الاناء هذا اللي حندير فيه لا فيوند هاشي. هنا باش نبدا نقطع المعدنوس والحشيش ديالي. اذا ندوز مباشره ناخذ الحشيش المعدنوس ونقطع فيهم. الوغ هنايا ناخذ المعدنوس مع الحشيش تاعي. بون كيما راكم تشوفوا هذيك كتلت الحشيش وهذا المعدنوس، اذا نخلطهم هكذا كيف كيف ونبدا نقطع بهذا الشكل. اذا انا نكون هذه الاغصان يكونوا من تحت هكذا، نبدا نقطع بهذه الطريقه هكذا فريمون رقاق رافيني هكذا. كيما نقطع كامل لو بوكي تاعي تاع الميلونج تاع الحشيش والمعدنوس ونولي. الو كيما راكم تشوفوا هذيك المعدنوس تاعي لهنايا بعد ما قطعته، اذا هاوليك لو بوكي هاملي هنا من جهه الاغصان وهنايا من الاوراق. اذا هنايا ناخذ الطنجره تاعي اللي حنطيبي فيها لاصوص، وهنا الاناء اللي حندير فيه الخليط تاع لا فيوند هاشي. اذا هنايا عندي بصل مقطع صغير وشويه ثوم، وهنا عندي عندي بصل مسكرفج وشويه ثوم بيان سور. هنا ناخذ الجهه تاع الاغصان هذه كيما راهي نديرها في الطنجره ديالي هكذا هكذا، ناخذ شويه اوراق معاها بيان سور. هنايا من الجهه اللي حندير فيها لا فورس ناخذ كميه تاع المعدنوس كيما راكم تشوفوا، هاي ليك هاي ليك، ناخذ كميه لا باس بها. هنايا انا قلت خليط المعدنوس والحشيش، هنا الكميه هذه اللي قعدت لي لو ميلونج تاع المعدنوس والحشيش غنحتفظ فيها الاخر للتزيين. اذا كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما حطيت خليط تاع المعدنوس والحشيش ديالي في كل من الاناء والطنجره، الان ناخذ ديالي نديرها لهنايا نسكبها في الاناء اللي حيتخلط فيه لا فيوند هاشي، نحضر او ميم طون. هنايا بالنسبه للطنجره تاعي هنا نكتفي بهذه العمليه، نروح نخليها على جنب العمليتين هذوما ونروح نسكرفج الطماطم ديالي. اذا ناخذ الطماطم تاعي ونسكرفجها. الوغ هنا ناخذ الطماطم تاعي ونبدا نسكرفج فيها. اذا ندوز مباشره، اذا راكم تشوفوا هنايا ناخذ الطماطم تاعي ونسكرفجها عادي، نحيد ما نديرلهاش القشره. هنا لاصوص لازم تكون فريمون صافيه ما تكونش فيها القشره. اذا نجوز نسكرفج الطماطم تاعي بهذه الطريقه، كيما نسكرفج كامل الطماطم تاعي اللي عندي هنايا عفوا. نكمل العملية تاعي نعاود نولي. الو كيما راكم تشوفوا هنا هذه القشرة ما نستعملهاش، هنا نحيها نكمل نفس الشيء مع الكمية اللي قعدت لي مع هذا النص وهذه الحبة ونعاود. كيما راكم تشوفوا انا بعد ما كملت سكرفجت كامل الطماطم تاعي، اذا هذه النتيجة اللي تحصلت عليها. هنا قلت انا هذايا القشرة كامل ما نستعملهاش، اذا هنا مباشرة نروح نديرها في لاصوص ديالي. اذا ندوز مباشرة نجيب الطنجرة تاعي. الو هنا ناخذ الطنجره تاعي ونضيف عليها هذا الطماطم اللي سكرفجتها. هنا عندي البصل الثوم المعدنوس الحشيش والطماطم. نخلي الطنجره تاعي على جنب، ولا قبل ما نخليها على جنب ناخذ ندوزنها ونخليها تطيب على غرضها. اذا ناخذ الزيت ونضيف. الو انا قبل ما نجيب زيت انا جبت هذاك لو ريسيبيون ليان تاعي باش ندوز التوابل او ميم طون. اذا اولا قلت ناخذ الزيت ديالي، اذا كيما راكم تشوفوا هنايا قلت الزيت ندير حوالي 3 ملاعق تاع الاكل في لاصوص، وحده زوج ثلاثه. هنا في هذا الحشو ندير حوالي هكا ملعقه صغيره باش ما تجينيش لا فيوند هاشي يابس. الان جوز مباشره ناخذ الطماطم ديالي. اذا كيما راكم تشوفوا ناخذ طماطم مصبعه، هنا ندير حوالي ملعقه تاع هكذا نص ملعقه تاع الاكل في الحشو، ندير حوالي ملعقه تاع الاكل في لاصوص ديالي. الان ندوز ناخذ التوابل تاعي كنت ذكرتهم قبل، قلنا راس الحانوت. الوغ هنا قلت نعاود التوابل، قلنا راس الحانوت فلفل عكري وفلفل كحل. هنا اللي حبي يزيد يضيف فلفل حار با بروبليم. هنا ناخذ ملعقه القياس اللي حندير ملعقه تاع لاتاي. اذا التوابل هنا حندوز لهم او ميم طون. ناخذ فلفل اكحل كما راكم تشوفوا هنايا، ندير ملعقه تاع فلفل اكحل في لافورس ديالي، نزيد ندير ملعقه تاع فلفل الكحل تاع لاتاي في لاصوص، نزيد ناخذ راس الحانوت.
هنا ندير حوالي ملعقه صغيره تاع راس الحانوت في لافارس، وهنا جوج ملاعق صغار تاع راس الحانوت في لاصوص، ولا ملعقه تاع القهوه. اذا هنا كي راني ندير بالملعقه ثلاثه نكمل بها. هنا ناخذ فلفل عكري في لاصوص كيف كيف، ندير ملعقه تاع فلفل عكري، وفي بون في الحشو ملعقه صغيره تاع فلفل عكري تاع لاتاي، وفي لاصوص ندير جوج ملاعق صغار تاع لاتاي ولا مغرفه تاع القهوه. اذا كيما راكم تشوفوا هنايا ناخذ الملح ديالي، هنا ما نديرش الملح بزاف، تفادى الملح بزاف. هنا ندير حوالي ملعقه تاع لاتاي في الحشو، وملعقه ايضا تاع لاتاي في لاصوص، ماشي حنزيد اكثر من هذه الملعقه. هنا ناخذ قطعه الجامبو ديالي، ما نكثرش الملح في لاصوص باسكو حنزيد لها الجامبو، والجامبو كيما على بالكم مالح. اذا الجامبو هنا اللي اخترت، نعاود نذكر جامبو بقري هاوليك، مرق البقر، ذوق بقر بقري هاوليك، لحم البقري. اذا هنا نفتو مباشره في لاصوص ديالي كيما راكم تشوفوا. لو كيما كنت انا بعد ما ضفت التوابل في كلا من لو ريسيبيون تاع لا فارس ولا صوص، وضفت المرق البقر جامبو هديه. الان مباشره هذه نخليها على جنب ونكمل فيما بعد. ناخذ الطنجره تاعي نديرها تقلالي فوق النار، اذا نجز مباشره. الوغ ناخذ الطنجره تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا، نقلب هنايا، نحرك بيان كامل هذا واش درت هنا كيما راكم تشوفوا، بارد في بارد، نخليهم يتقلاو مليح على نار هادئه. هنايا نخليهم حتى يغلو لي مليح، وهنا نبدل لو فو، خلينا ندير هنايا افو مويان، هنا نقليهم مليح حتى كيطيبوا لي كما راكم تشوفوا. ناخذ القطيوه ديالي نغطي على الطنجره تاعي، نخليها تطيب حتى تغلي، من بعد نقص لها باش تطيب ابتيفو، نروح نكمل نوجد لافارس ديالي. الوغ في الوقت اللي راهي لاصوص تاعي طيب، هنايا لافارس تاعي راهي هنايا مازال ما كملتش ندوزنها كامل. اذا هنايا ناخذ لو فرماج غرويير تاعي اللي ذكرته في المقادير، ونبدا نسكربجو، نسكربجو بهذا الرقيق. اذا ندوز مباشره نبدا نسكربج. الو كيما راكم تشوفوا هنايا الفرماج تاعي هاي ليك، هاد القطعه تاعي هنا هاد ناخذ حوالي هكذا نصف الكميه تاع هاد لو فرماج. هنا نسكرفجو بون، ولا كيما راكم تشوفوا هاد القطعه هنايا نسكرفجها باش نديرها لداخل في لافارس. اذا ندوز مباشره نكمل هنا القطعه كامل تاعي، نحط الاخير كيما راكم تشوفوا هنايا. الو كيما راكم تشوفوا انا بعد ما كملت سكرفجت كامل الفرماج تاعي، اذا انا نصف الكميه الاخرى اللي حطيت هنا، الكميه هذه اللي قعدت لي هنخليها للاخر باش للتزيين. اذا هنا ناخذ لو فرماج تاعي اللي سكرفجته ونديرو في لو ريسيبيون. اذا هاي الكميه اللي حنديرها هاولي كيما راكم تشوفوا هنايا، اونفيرو واحد 3 حفنات هاي ديك تاع الفرماج. هاد لاغوسه تحب بزاف لو فرماج. هنايا انا راني مدوزنه كلش، راني دايره لي زيبيس، البصل، الثوم، لا فيون داشي، الحشيش، المعدنوس والفخوماج. اذا هنايا ندوز مباشره نخلط هاد المقادير، ماشي حنقول لكم بالملعقه، لازم باليد هنا يتخلطوا مليح كما راكم تشوفوا. اذا نكمل العمليه تاعي، نخلط مليح المقادير هكذا. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما خلطت كامل هاد المكونات، ولا شغل حاولت نعجنهم يعني نمزج كامل بين المكونات. هنايا اللي حاب يزيد يضيف كيما نقولوا صفار البيض باش يتفادى اي خروج لهاد الحشو يقدر يضيف، يعني ماشي لازم. هنايا نخلي الحشو تاعي على جنب ونروح نوريكم كيفاش نوجد الباذنجان تاعي، الحبيبه تاع الباذنجان. اذا ندوز مباشره. الو هنا قلت نخلي لافارس تاعي على جنب وندوز نوريكم كيفاش نقطع الباذنجان تاعي. اذا هنا ناخذ حبه الباذنجان هكذا، نروح مباشره للوسط هكذا هكذا، نحاول هنايا عندي هاد الاداه كنت شريتها يعني رائعه في التقشير. انا دوك نوريكم فقط كيفاش نقشرها، يعني ماشي نقشرو كامل، نديرو خط بخط. هنايا نورمالمون هاديه، اذا كيما راكم تشوفوا هلا كيما راكم تشوفوا هنايا ندير وحده بوحده. يعني شوفوا هاد الاداه رائعه، يعني اللي حبي يحوس عليها في الاسواق. انا كنت شريتها من سوغيكال، رائعة في التنقية هنايا هكا. إذا بهذه الطريقة نديرها جهة بجهة. إذا نكمل العمل الدوزيام هنايا كيما راكم تشوفوا هايليك هاهي.
هنايا بالنسبه لهذا بون كمل. الوغ هنا نكمل الحبه تاعي كما راكم تشوفوا، انا قلت تقشر جهه بجهه. هنا بالنسبه لهاد لاطيش اللي حاب يخليها يخليها، اللي حاب يتخلص منها هنا اللي حاب يخليها للتزيين يخليها، باش هنا انا باسكو مع الاخر في الطبق تاعي بعد ما حنفرسي الاخر حندير الحبه هكذا يعني للتزيين، باش تكون حبه جميله هكذا يعني. هذه تقدروا تخلوها ماشي حتاثر، فقط تغسلوها مليح كما راكم تشوفوا يا زين المشاهدين هكذا. اذا بهالطريقه نكمل العمليه تاعي، هنا نعاود نحي هذاك اللي لداخل، الزريعه اللي لداخل، نوريكم العمليه كيفاش. فقط هنا قبل ما ندوز نحي هذاك اللي لداخل، نزيد نكرر معكم هنا حبه واحده اخرى يعني كيما راكم تشوفوا هكذا، حبه في المنتصف مباشره هكذا. ناخذ سكين ولا اداه كيما هذه ليكونوم بهالطريقه يعني نص بنص، نحي جهه نخلي لها وجهه نحيها هكذا كما راكم تشوفوا. العمليه تاعي نفس العمليه مع الجهه العلويه هكذا بهالطريقه، نكمل العمليه اذا كما راكم تشوفوا هكذا. إذن هذه هي الطريقة تاعي كيفاش نقشر الباذنجان تاعي بهذا الشكل، نكمل العملية مع كامل الحليبات اللي قعدوا، وندوز كيفاش نحي لها الحشو اللي لداخل، نحي لها هذيك الزريعة اللي لداخل. إلوغ كيما راكم تشوفوا هذيك الباذنجان تاعي هنايا بعد ما قشرته بهذه الطريقة، الآن نوريكم كيفاش نحي له هذاك اللي لداخل. إذا هكذا بهذا الشكل كيما القرعة كيما البطاطا، نحاول نحي له كامل هذاك اللي لداخل باش نفرسيه بهذه الطريقة. هكذا هكذا يعني تكون داخل فريمون كاين لي سباس باش ندخل الحشو تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا بهذه الطريقه. نكمل نعاود من هنا حبه واحده اخرى معكم هايليك كيما راكم تشوفوا، نحاول ندير فتحه بحيث الحشو تاعي يدخل داخل. لكن كما راكم تشوفوا هكذا نكمل العمليه تاعي كامل مع الكميه اللي قعدت لي ونعاود نعمل. الو كما راكم تشوفوا هنا بعد ما نحيت كامل هذيك الزريعه اللي لداخل كما راكم تشوفوا هنايا، هذا يلي نحيت ونقدر نديرو في ان بلاطو في الفوغ ونخليه يتشوى وندير به سلاد، يعني هنا عندكم اختيار باش ما ترموش. كما راكم تشوفوا هذيك هنا الحبيبات تاعي تاع الباذنجان بعد ما نحيت لهم كامل هذاك اللي لداخل الزريعه اللي لداخل الحشو تاعي. وهنايا قلت انا هنا بالنسبه للحشو ولا خفتوا يخرج لكم تقدروا تزيدوا حبه بيض، حبه بيض كامله ولا لوجون كما تحبوا. هنا نجوز نضيفها معكم باش تكون العمليه واضحه. انا قلت انا هنا حبه البيض هذه شغل سيكوريتي لتفادي اي خروج للحشو، اذا نضيفها نزيد نكمل نخلط مليح هكا، نحاول ندخل كامل البيض هذا في الحشو ديالي كما راكم تشوفوا هكذا بهالطريقه. نكمل ندخل البيض تاعي هلا كما راكم تشوفوا انا بعد ما ضفت خلطت ضفت حبه البيض وخلطتها مليح، لان يعني تولي طريه على اللي كانت، يعني هنا قلت سيكوريتي باش ما تخرجناش الحشو تاعنا. اذا انايا هنايا البنجانة تاعي اللي كنت درتها تقلالي هنايا راهي تقلات كما راكم تشوفوا. انا مباشره هنا ناخذ الماء تاعي نضيف حوالي كاس ونصف تاع الماء هكذا، نخلط مليح الميلونج تاعي هكذا، نغطي عليها ونخليها يعني تغلي، ونروح نحشي الحبات تاع الباذنجان تاعي بالحشو ديالي. اذا نجوز مباشره اذا في الوقت اللي راهي لاصوص تاعي تغلي، اذا هنا نبدا نحشي الحبات تاعي. اذا ناخذ هكا نوري لكم الطريقه بملعقه صغيره ونبدا ندخل الحشو ديالي لداخل هكذا بهذا الشكل بهذه الطريقه. هنا توجور ما نخلي شويه ديسباس ما نديرلهاش حتى تخرج على برا هكذا، يعني جوست لا فارس تكون
مع السطح تاع الحبه تاع الباذنجان تاعي باش ما تخرجليش على برا. يعني كيما على بالكم انا ضفت لها الفرماج والبيض معناتها عاد تنفخ هكذا. اذا بهذا الشكل يمكن نزيد معكم هنا حبه نوري لكم هكذا. يعني هنا نستعمل ملعقه صغيره احسن باش باش نقدر ندخل هذاك المحتوى لداخل بسهوله. يعني كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه هكذا. من هنا قلت الحشو تاعي يجي مسطح يعني هكا املس من الفوق ما يجيش بومبي هكذا باش ما يخرجليش على برا. نكمل العمليه تاعي كامل مع الكميه اللي قالت لي بهذه الطريقه ونعاودوا لي. الوغ كيما راكم تشوفوا الباس تاع الباذنجان تاع هنا بعد ما حشيتهم. اذا كيما قلت هكذا يعني ما يكونش مديباسي هذاك السطح. اذا هنا كيما راكم تشوفوا الكميه هنايا كامل كفاتني. اذا هنايا باش تحصلوا على هاد المقادير ما يقعدلكمش لازم لكم 300 غرام تاع لا فيون داشي 300 غرام تاع لا فيون داشي بصباح بس باذنجان متوسط حد. اذا يجيكم لي ميزور سوا سوا يعني المقدار ماشي حيقعدلكم. هنايا لا صوص تاعي راهي تغلي كيما راكم تشوفوا بعد ما ضفت لها الماء. اذا هنا نبدا ناخذ الحبيبات تاع الباذنجان تاعي ونضيفهم كيما راكم تشوفوا هنايا هاد الشكل. ضفت كامل الحبيبات تاعي هكذا قعدوا لي. اذا نكمل العمليه تاعي كامل مع الحبات اللي قعدوا لي ونولي. الوغ كيما كنت انا بعد ما ضفت الحبات تاعي كامل تاع الباذنجان انا ناخذ القطيوه تاعي نخليها تغلي لي مليح. طيب لي واحد ان كار دور جوسكا 20 مينوت حتى يطيب الباذنجان تاعي. هنا الباذنجان الفيون داشي ماشي حياخذ الوقت بزاف باش يطيب. اذا هنايا بالنسبه للمرق كيما راكم تشوفوا المرق تاعي هنايا ما لازمش ندير بزاف باسكو الباذنجان يزيد يطلق الماء. اذا انا كان جوست سوا سوا مع الطنجره قسم يطيب. اذا هنا نغلق على الطنجره تاعي ونخلي الظلمه تاع الباذنجان تاعي يطيب ونروح نرابي الفرماج اللي قاعد لي باش نزين به في الاخر. اذا ندوز مباشره. الوغ في وقت اللي راه الباذنجان تاعي يطيب ولا الظلمة ناخذ الكميه تاع الفرماج دوغيغ اللي قاعد لي ونسكرفجو بهدايا هذا الموايا هنايا من اجل باش نديرو في الاخير فوق الطبق ديالي. اذا نكمل نسكرفج كامل الكميه تاعي اللي قعدت لي ونولي. كيما راكم تشوفوا انا بعد ما كملت سكرفجت كامل الكميه اللي قعدت لي. اذا كيما راكم تشوفوا ها ولات الفرماج تاعي هنايا الكوغيغ رابي اللي قعد لي. نحتفظ به مع المعدنوس والحشيش اللي خليته مع في الاول للتزيين. اذا نخليهم في الاخير للتزيين بعد ما طيب لي الدولمه ديالي. نتلقى الفرماج غابي ها وليت اللي وجدتو المعدنوس مع الحشيش ها مليك. هنايا نخليهم على جنب باش نحتفظ بهم في الاخير للتزيين. هنا نشوفوا الطنجره تاعي لهنايا اللي راه يطيب هايليك لهنايا نخليها حتى طيب مليح كما راكم تشوفوا. انا نخلي الظلمه تاعي تاع الباذنجان طيب على غرضها ونشوفوا النتيجه في الاخير. انا كما راكم تشوفوا انا بعد مرور حوالي 20 دقيقه اذا هايليك الباذنجان تاعي لهنايا ظلمه الباذنجان هايليك الشكل تاعها. اذا هنا مباشره انا نجوز ناخذ الفرماج تاعي كما راكم تشوفوا هنايا كنت ديجا رابيت من قبل ونضيف من الفوق كما راكم تشوفوا هنا دلوقتي. ناخذ الكميه ونضيف هكذا من الفوق هذا الشكل ونكمل الفرماج تاعي كامل من الفوق بالطريقه. اذا نزيد نعاود نخليه نعاود نغلق عليه نخليه يطيب واحد ميم با 5 مينوت قص ما يدوب لو فرماج ونعاود نزيد. الوغ كيما كنت انا بعد ما داب لو فرماج تاعي ولا الكوغيغ ديالي اذا هنايا ناخذ معدنوس والحشيش تاع لي وندير من الفوق ندير دير هكذا من الفوق تزين. اذا بهذه الطريقه وبهذه اللمسه نطفي على الطبق ديالي نخليه يبرد ونشوفه جاهز فيما بعد في صحن التقديم. اذا نتلقى فيما بعد. الو كيما راكم تشوفوا هاو
هذه كلها الطبق تاعنا جاهز. صحن تقديم، هذا هو الشكل تاعو النهائي. هذه هي الظلمة تاعنا تاع الباذنجان، هذا هو الشكل تاعها النهائي. نحاول نقرب لكم باش تشوفوا الصورة عن قرب. اذا كما راكم تشوفوا هذاك الصحن تاع هنايا الاول، هنا عندي الصحن الثاني. كما تعودت دائما ندير صحن تاع البيت والصحن هذه للمشاهدين. اذا هذا هو الصحن الثاني بهذا التزيين البسيط. اذا اعزائي المشاهدين، ولا عجبتكم الطريقه تاعي في تقديم وتحضير هذا الطبق، ما عليكم غير ديروا جامو لكم تاغ. واذا كنتم اول مره تدخلوا للقناه، ما عليكم غير ديروا ابوني باش يلحقكم معايا جد في الاعداد المقبله ان شاء الله بهذه الصور الجميله. نخليكم ونقولكم الى اللقاء.